مفاجأة مدوية. إذن صافرت بداية المواجهة لمنتخبنا الوطني. نور الروابدة هذه كرة عرضية مرت وابتعدت، ضغط أردني مبكر، يريد منتخبنا أن يبتعد عن كل الحسابات. موسى التعمري والمتابعة من محمود مرضي، ولكن المساندة من نور الروابدة من بهام المرضي، وعلى الأطراف إحسان الدميري وفي القلب. واحد، هذا التالي شايفين الإغلاق، شايفين الزيادة العددية للمنتخب الإندونيسي. هذه الكرة نور الروابدة من الجهة اليمنى، كرة عرضية رأسية ذكية، ولكن بعد حتى الآن في كل شيء. هذه الكرة عند إحسان حداد داخل المنطقة، تتعدد باتجاه مرمى إندونيسيا حتى الآن. وجولات كلاعب وكمدرب، هذه الكرة أمامية وتدخل. كل أجواء المباراة أكثر، هذا المطلوب، كرة عرضية ولكن تدخل.